خدمة المجتمع والوطن. هذا الإلهام اللي كان مصدر إشعاعه هو ما يقوم به الأستاذ الدكتور محمد بنين، كان في الخلفية لما علمنا إن إحنا نعمل مستشفى ومعهد بحوث الكلب. وكان نجاح أستاذنا الدكتور بنين في إنه يخدم أهالينا من غير القادرين، وانحيازه ليهم كان أيضا السبب في إنه مستشفى ومعهد بحوث الكلب أساسا معمول لغير القادرين. علاج على مستوى عالمي، مستوى 5 نجوم، ولكن مجانا لغير القادرين، لأن هذا حقه. العلاج حق وليس منا ولا منها، هو حق الزملاء الأعزاء أعضاء مجلس النواب الأستاذ فؤاد بدراوي والأخ العزيز محمد الشورى، ووجودهم النهارده دعم معنوي كبير جدا للجهد اللي احنا بنعمله. بطرة أول قرية في مركز طلخة خاليا من بلوشات الكبد، وعايزين نشتغل مع بعض لغاية ما كل قرى مركز طلخة تبقى خالية من بلوشات الكبد. سعيد جدا جدا النهارده إنه معانا الحاج العربي شاهين غير القادرين. هذه المستشفى لم بتشتغل بقالها 7 سنين النهارده، ما كانش ممكن تبقى موجوده لولا الحاج العربي شامه اللي تبرع بالارض اللي بنينا عليها المستشفى، وكان الموضوع مجرد فكره. ممكن جدا اي رجل اعمال او اي حد قادر يتردد، يعني هل طبعا هديهم ارض، طب هيقدروا يبنوها، طب لو بنوها هيقدروا يشطبوها، طب لو شطبوها هيعرفوا يجهزوها.